طيب نروح للأهرام بقى. الأهرام بتتكلم على إسلام عيسى، تقول الأهلي يؤجل التعاقد مع إسلام عيسى، وبعديها الأخبار المسائي بتقول إيه، الأهلي يجمد صفقة إسلام عيسى. هو واضح كده يا جماعة إن في إجماع من الصحف والمواقع بخصوص إسلام عيسى لاعب المصري البورسعيدي، لكن إحنا بنأكد لكم هنا أهو، بنأكد لكم هنا حتى الآن مفيش أي عرض رسمي تقدم به النادي الأهلي لنادي المصري البورسعيدي بخصوص إسلام عيسى لغاية دلوقتي. هو اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي، لحد اللحظة دي مفيش أي عرض راح رسمي بشكل رسمي للنادي المصري بخصوص إسلام عيسى. الناس بتتكهن، الناس بتتكهن. إسلام عيسى لاعب مميز؟ اه لاعب مميز طبعا. ممكن يكون في حسابات النادي الأهلي؟ وارد، قد يكون في حسابات النادي الأهلي. وبالمناسبة اي فتره او اي فتره تعاقدات سواء صيفيه او شتويه بيتم الحديث عن اللاعبين اللي ممكن النادي الاهلي يكون محتاجهم، فبالتالي بتدور على اميز اللاعبين في الدوري فبتبتدي تتكلم بقى. فالنادي الاهلي اكيد بيفكر في اللاعبين المميزين في بطوله الدوري وبره كمان بطوله الدوري، يعني اللاعبين اجانب، فطبيعي جدا ده النادي الاهلي طبيعي ان هو يفكر كده. من ضمن اللاعبين المميزين دول اسلام عيسى طبعا لعيب مميز جدا جدا، لكن لغايه دلوقتي مفيش اي عرض رسمي، خلي بالك من كلامي، مفيش اي عرض رسمي راح لنادي المصري، وقد يكون اللاعب في حسابات النادي الاهلي، قد يكون اللاعب في حسابات النادي الاهلي. طيب ده بخصوص اسلام معي.